يساهم المعهد الجزائري للبترول في سكيكدا في تلبية حاجيات قطاع الطاقة والمناجم الجزائري من الموارد البشرية المؤهلة في شتى التخصصات، بل استطاع أن يسد الفراغ الذي حدث بعد استفادة عدد من عمال القطاع من التقاعد. والمعهد الجزائري للبترول مختص في تكوين الإطارات الشركة سوناتراك وجميع فروعها في جميع التخصصات، على سبيل المثال كاين الصيانة، كاين الأمن، كاين التكرير، كاين النقل، كاين الغاز والبتروكيمياء. على بالكم من 2016 كاين لي ديبار للتقاعد، كان كمية كبيرة، دونك 50% تاع العمال هادو اونتي رومبلاسي بار دي جون يسون فورمي في المعهد الجزائري للبترول. المعهد يوفر تأهيل وإعادة تأهيل إضافة إلى بحوث تطبيقية بمستوى دولي، فهو يمكن من تكوينات مواكبة للتطورات الحاصلة في المجال. أنا يعني تكونت في المعهد الجزائري للبترول وراني واشتغلت في سوناتراك يعني في المجال المراقبة الغير إتلافية، ومن ثم اكتسبت خبرة في الميدان وعدت لسوناتراك، عدت للمعهد الجزائري للبترول وانا نساهم في التكوين تاع الاطارات يعني. والمعهد الجزائري للبترول مكننا والتكوين تاعو مكننا مني الشهادات عالمية يعني في هذا المجال. إذن هو مركز يمكن شركة سوناتراك من تنمية كفاءات إطاراتها، ما يسمح لها بتطوير مواردها البشرية.